ليلة تاريخية عاشتها الأسر السعودية بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، قرار أيدته هيئة كبار العلماء لتوافقه مع الشريعة، وأصدرته الخارجية السعودية بثمان لغات. القرار لقي ترحيباً محلياً وإقليمياً ودولياً لتمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتقليل نفقات السائقين. فور إعلان القرار تصدر هاشتاج الملك ينتصر لقيادة المرأة، توجه جديد ينتصر للمرأة السعودية ويسقط آخر أوراق المتشددين تجاه إعطاء المرأة السعودية حقها الشرعي.